بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ممكن اكون انا محتاج اخلي الروم تتحول للجيومتري، تتحول للجينريك موديل. فلو بصينا هنا عشان بس نتاكد جينريك موديل تمام، مفيش حاجه هوت، هي مجرد بس الاشكال اللي مرسومه عليها. انا عايز بقى اخلي الروم في الملف دوت تتحول لجيومتري تمام. طيب اعمل ايه الموضوع ده ازاي؟ بكل بساطه هروح اشغل الداينامو تمام، هبدا ملف جديد تمام، هقول له هنا انا عايز اعمل كاتيجوري تمام اهو، عايز ابدا احدد العناصر اللي موجوده في الكاتيجوري ديت، فهقول له all element of category بالشكل دوت تمام، وهقول له هنا الروم قدام. طيب وبعد كده انا محتاج اقول له element dot geometry على اساس ان هو يشوف element geometry، فاقول له element dot اهوت تمام. طيب انا عايز بقى احول الحاجات دي بقى لشيب اهو، هو بدأ يظهرهم لما عملنا زوم اهو تمام. طيب هقول له دايركت شيب دايركت شيب باي جيومتري اللي هي ديت تمام اهوت، ممكن احدد لها الماتيريال واحدد لها النيم بتاعها. طيب دلوقتي هروح انا بقى للشكل بتاعي هنا، اقول له في في، ممكن اعمل لهم سيلكت من شويه واقول له اوكي، واقول له انا عايز جيومتري بس جينيريك موديل ابلاي اوكي، بس كده لا سحر ولا شعوذه.